جعل ما يسار بغيري كسر اسلم اسلم. شوف خجول امبراطور كيوت علوم غانا الله يكيد حياتك. ألوك على طول عمر السلامة لين ما ربي كتب لي لين ما ربي كتب لي ومريت تربي عليها برجاء هل الحياة هذه. وكانت أمي طول عمر السلامة هي من الناس اللي كانت واقفة قالت الله يجزاكم خير قالت تقدم وسوينا وياك باللي تبي. كلمت أبوي هم بعد كان يشوف فيني طموح عالي. المغزى من القصة كلها والشاهد من الموضوع هذا كله، أنا واحد من الناس يطول عمر والسلامة اللي طحت لي طيحات في حياتي وأنا ما أبالغ فيها والله وبالله وتالله لو أحد غيري ممكن يستسلم، لأن الكلام اللي جاني في البداية والله العظيم لو تحطه على جبل ليندك الجبل دكل الجبل يا أبو سعيد جعل من جابك الجنة. فواجهت تفكر وتهاوجس وتحسب الكلام أبعلمك. فواجهت يا طول عمره السلامة انتقادات كثيرة في أمور واجد، واجهت أمور والله العظيم ما تتخيلها تطري على بالك، لكن اللي كان ما بيني وبينهم محطة كبيرة تدري شنو هي ولا لا؟ رضا والد رضا الله سبحانه وتعالى ورضا والديني. يلا كالحمد وقتها أيقنت وعرفت أن الله سبحانه وتعالى لا كتب لك شيء ولا رضى عنك ولا رضيت والدينك والله العظيم لو تصطف البشر كلها على أنها تحط لك شيء معين ما يصير غير الله اللي كاتبه. من بعدها كملت رغم الطيحات اللي طحتها رغم الصعوبات اللي واجهتها في حياتي وصلت للشيء اللي أنا أبيه والشيء اللي ما كنت هاقي واحد بالمية أني بوصله مع الأيام. الشاهد أكثر رغبة اللي يا سلام عليك تطمح لها. الشاهد من الموضوع هذا أنا ودي أوجه رسالة للعموم، لطحت لك طيحة مرة مرتين ثلاث أيقن وحط في بالك أنها هذه درس لك وتعلومة ومحطة عبور بالنسبة للمواقف اللي تجيك. ممكن موقف واحد يجيك يا سلام عليك ممكن موقف واحد يجيك طول عمره والسلامة يضيق عليك الدنيا كلها، بس ما تدري ممكن الله حاطة لك هالموقف هذا خيرة للشيء اللي أحسن والشيء اللي أجمل. لا توقف، ادعس باللي عندك كله، لا تتنازل عن ولا طموح انت بيه. حتى لو تقول انا الله راح ياخذ امانتي وانا ما حققت الشيء اللي ابي فهذا غلط. باري قول أطمح. انا اعتبرها على ما قال الشاعر، انا اعتبرها كبوت حصان ويقوم وانت اعتبرها زي ما تعتبر. يا سلام عليك. فاي شيء يصير قدامك لا بالله انت دام انك قريب من الله سبحانه وتعالى وراضي والدينك وشيء يجملك ويجمل نفسك ويجمل ربعك ويجمل اهلك لا بالله اقدم في الشيء اللي تبيه ولا ترد على اي احد دام انك انت راضي بالشيء اللي تبي تقدمه. شوف نفس على يا اخي يا اخي انا يا طويل العمر والسلامة شاب نضو ومسوي لي شاي ومستانس ومروق يا اخي خلاص تبي تجي تبي تقول اسكت واقطع السالفة يا اخي ايش تبي يا اخي ايش تبي انا ما ارسال بعدنا الله يبي وجهك شو نصيحتك وصلت. شوف بس انه ايش ترى لا طال يمل منه المستمع يا اخي خله يمل منه انت تزحر لي خله يمل لا تفوده انا اطلع اللي في كبدي كله عاجبك يا خلف